بدأت محافظة النجف الأشرف الاستعداد لاستقبال زوار زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام منتصف الشهر المقبل، وقامت المحافظة بتوسيع مطار النجف الدولي لاستقبال الزوار الأجانب، وقالت إن السلطات العراقية قررت منح تأشيرة الدخول في المطار لجميع الزوار. في كل عام وقبل أيام من سير جحافل المؤمنين إلى كربلاء المقدسة في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ترتفع وتيرة الاستعدادات بكل تفاصيلها. مطار النجف الأشرف الدولي من أبرز المحطات التي يتم الاعتماد عليها في هذه الزيارة التي ستشهد توافد ما يقارب 250,000 زائر، أي بواقع أكثر من 20 رحلة يومية، وهو عدد قياسي منفرد عن السنوات السابقة، لا سيما بعد قرار حكومي يقضي بمنح تأشيرة الدخول مباشرة من أرض المطار. كانت السنة الماضية القادمين عن طريق مطار النجف تحديدا ما يقارب 120,000 مسافر، المتوقع هذا العام أن يصل إلى ما يقارب 200,000 مسافر. الرحلات صراحة ستكون مضاعفة على مطار النجف، يتوقع أن يصل عدد الرحلات خلال اليوم الواحد 80 رحلة و 75 رحلة. وصلنا قرار مجلس الوزراء، تحديدا قرار دولة رئيس الوزراء بمنح الفيزا الاضطرارية في داخل المطار لجميع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية، سيمنحون مباشرة من مطار النجف. بعض الجنسيات ممكن أن تمنح في داخل المطار بعد أن تكون هنالك لهم تزكية من مكاتب المرجعيات أو بعض الشركات السياحية المعتمدة. العديد من المشاريع النوعية والتأهيلية تم العمل بها، وسيتم افتتاحها استعدادا لاستقبال الزائرين، منها افتتاح صالة جديدة لاستيعاب الوافدين فضلا عن الشروع بنظام التكسوي، وفتح أجنحة إضافية لشركات الطيران إضافة إلى تهيئة مدرج إضافي للطائرات بعد توقع الزيادة المحتملة هذا العام. مجلس إدارة المطار عاكف على تطوير البنى التحتية لهذه المؤسسة الحيوية بالتاكسيوي وكذلك قاعة جديدة واستقبال المسافرين تسع إلى أكثر من 6 مليون في السنة، والآن هي في طور التصميم إن شاء الله، وكذلك مدرج ثاني في الأفق سيخدم المطار ويسهل عملية استقبال وإقلاع الطائرات. مطار النجف الأشرف الدولي كان قد شهد خلال الفترة الماضية توسعة بكافة المجالات، لا سيما فتح خطوط نقل جوية إضافية، الأمر الذي يؤدي إلى زخم متزايد من عدد الرحلات خصوصا في المناسبات الدينية. منح تأشيرة الدخول مباشرة من أرض مطار النجف الأشرف الدولي سيسهم بشكل بالغ في توافد أعداد كبيرة من الزائرين لغرض أداء الزيارة الأربعينية، ما يؤدي إلى تنمية اقتصادية في البلاد. لقناة الكوت، محمد رزاق، النجف الأشرف.